نرحب من جديد مشاهدينا الكرام بضيفنا هاتفيا من المنامة الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية السيد جمال أبو حسن. مرحبا بك من جديد. حياكم الله، يا مرحبا، أمسي عليك بالخير وأمسي على السادة مشاهدي قناة الرافدين الكرام. أهلا وسهلا بك. إذا انطلقت اليوم القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية، ما أهمية هذه القمة حسب رأيك؟ والله في الحقيقة تكتسب هذه القمة التي تعقد اليوم أو التي عقدت اليوم في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية أهمية قصوى نظرا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث ومن أزمات ومن تداعيات بسبب العنف وبسبب الإرهاب وبسبب المشاكل الاقتصادية. فبالتالي أعتقد هذه القمة تشكل منعطف خطير وتأتي في وقت حساس ووقت إيجابي في الحقيقة لوضع الحلول الإيجابية لجميع مشاكل المنطقة بالتعاون مع زعماء الدول الأوروبية. وأنا أعتقد بأن هذه القمة قمة تاريخية وتعقد لأول مرة، فبالتالي أعتقد بأن الخروج بنتائج إيجابية ومثمرة للتفاهمات بين الدول العربية والدول الأوروبية لما يعود بالنفع على الطرفين. هل ترى يعني أن الملفات المطروحة أمام القادة هي تمثل هما مشتركا بين الجميع؟ طبعا، يعني الملفات التي على طاولة القادة العرب والأوروبيين ملفات خطيرة جدا وملفات تهم الطرفين ويجب مناقشة مستفيضة. ونعتقد بأن يومين لن يعني تحل جميع المشاكل، ولكن يعني على الأقل الخروج بنتائج إيجابية في بعض الملفات العالقة وخصوصا الأزمات الموجودة في المنطقة مثل القضية السورية واليمن وقضية ليبيا والوضع المتردد في ليبيا وكذلك الانتهاكات الإيرانية الإيرانية التي تقوم بها أو التي يقوم بها النظام الإيراني من خلال دعمه للإرهاب وتدخلات الشؤون الداخلية للدول العربية وتهديده للأمن القومي العربي. أعتقد كل هذه الملفات يعني ننتظر نحن من القادة العرب والأوروبيين الخروج بحلول ناجعة وناجحة من أجل استقرار المنطقة ومن أجل وضع حلول يعني مستقبلية تحول دون عودة نظام الملاذي إلى ممارسة طغيانه وتغطرسه في المنطقة. في هذا الجانب أستاذ جمال، في كلمته شن العاهل السعودي هجوما يعني حاد اللهجة على إيران، برأيك هل تبحث السعودية عن حليف جديد ربما عبر هذه القمة إلى جوار الحليف الأمريكي الاستراتيجي لوقف هذا المد الإيراني المتجاوز؟ المملكة العربية السعودية دائما وأبدا تقوم بواجبها نحو القضايا العربية وخصوصا التدخلات الإيرانية والانتهاكات الإيرانية للأمن القومي العربي. مما لا شك فيه بأن السعودية دائما تبحث عن حليف قوي واستراتيجي يضع حد للانتهاكات الإيرانية، لأن الحقيقة يعني الحليف الأمريكي ليس بالحليف الذي يعني نثق فيه نحن كخليجيين، يعني متقلب البوافق اليوم معك وغدا مع إيران، ويعني كل إدارة تأتي بمنهجية وباستراتيجية لا يمكن الوثوق بها. ولكن أعتقد المملكة العربية السعودية من خلال طرح خادم الحرمين الشريفين وكلمته يعني ينظر على أن موقف الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد الانتهاكات الإيرانية موقف سيكون له صدى وسيكون له نتائج إيجابية. ولا ننسى كذلك أن المملكة العربية السعودية يعني تحاول كذلك إيجاد حليف غير الاتحاد الأوروبي وغير الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الصين ومن خلال بعض الدول الإسلامية القوية مثل باكستان، مثل الدول الآسيوية مثل إندونيسيا وماليزيا والهند. فبالتالي أعتقد المملكة العربية السعودية تتحرك على جميع الاتجاهات وفي كافة
المجالات من أجل الحصول على دعم يقوي موقف الدول الخليجية ضد الانتهاكات الإيرانية. أيضا في ملف آخر، أوروبا ربما تسعى إلى البحث عن شرطي لها في مناطق الهجرة لوقف زحف اللاجئين، هل تستطيع الدول العربية تقديم ما يريده الأوروبيون في هذا الملف؟ أعتقد بأن سؤالك يعني سؤال وجيه وسؤال استراتيجي في الحقيقة، أشكرك على هذا السؤال. مما لا شك فيه بأن إذا تعاونت الدول العربية مع الدول الأوروبية في وقف الهجرة الغير شرعية والتي تمثل انتهاك صارخ للموقف الأوروبي في الحقيقة وللكيان الأوروبي، لأن هذه الهجرة تأثر بشكل سلبي على الداخل الأوروبي وتشكل انزعاج، نظرا لأن هذه تعتبر لبنة في لبنات الإرهاب. فبالتالي أعتقد بأن تعاون الدول العربية مع يعني نظرائهم في الدول الأوروبية أعتقد سيكون له مردود إيجابي على الدول الأوروبية. نعم. أخيرا باختصار لو سمحت أستاذ جمال، المؤتمر رفع شعار الاستثمار في الاستقرار، ما شكل هذا الاستقرار المنشود يعني في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن حل الأزمات بشكل حقيقي؟ هل يمكن أن تقدم مثل هذه المؤتمرات حلا لأزمات المنطقة؟ أنا أعتقد أن هذه المؤتمرات أو هذا المؤتمر بالذات سيشكل في الحقيقة سيشكل حل لكثير من المشاكل، وذلك من خلال التفاهمات التي يعني لا ننسى بأن يعني هذا أول اجتماع يكون فيه جميع القادة موجودون ويناقشون جميع الملفات الحساسة والمهمة. أعتقد إذا تكررت مثل هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات بين القادة سيخرجون بنتائج إيجابية لوضع حد وحلول لكل مشكلات المنطقة، لأن هذه المنطقة منطقة حساسة ومنطقة استراتيجية بالنسبة لأوروبا وتشكل ثقل اقتصادي على أوروبا. فبالتالي على أوروبا أن تنظر لهذه المنطقة نظرة إيجابية ونظرة واثقة ونظرة مستقبلية بأن استقرار هذه المنطقة يعتبر استقرار لأوروبا. من المنام هاتفيا الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية السيد جمال بو حسن، شكرا جزيلا لك.